صباح الورد والدحنون والجوري إلك كاتي وإلك هبة وصباح الوطن الأحلى والأجمل والأغلى من محافظة معان. صباح الخير. يسعد قلبك، يعني صباح الخير إلك ولكل أهلنا والعزوة بالجنوب. يعني اليوم وين متواجد زميلنا؟ كاتي وهبة، يعني حقيقة اليوم صباحي مختلف. من جامعة أغلى الرجال، جامعة الحسين بن طلال، بالأمس كان تخريج الفوج 23 لهذه الجامعة الفتية. للعلم هي أول جامعة رسمية في عهد جلالة الملك المعزز جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه. بالأمس كان حفل تخريج مهيب حقيقة، كان إشي رائع جدا يليق بالاسم الذي تحمله هذه الجامعة. خرج بحدود 2600 طالب وطالبة، طبعا هو أول تخريج بعد جائحة كورونا. كان الجميل حقيقة، كان يعني إشي رائع فوق ما تتصور، وكان إشي يعني بأخذ الخيال. الأهالي كانوا مبسوطين بفرحة فلذات أكبادهم عندما شاهدوا تخريج يعني أبنائهم وبناتهم، وإحنا بنحكي لهم يعني ألف مبروك إن شاء الله في حياتهم العملية القادمة إن شاء الله وحياتهم العلمية لتكملة الماستر والدكتوراه. يعني كاتي وهبة، يعني الأجواء عندنا في معان اليوم نوعا ما قد تكون أجواء يعني أقل حدة من مبارح أول مبارح. اليوم الجو نوعا ما هادئ جدا، أقل درجة الحرارة، ومع ذلك بنقول صباح الوطن الأحلى والأجمل والأغلى. كمان شوي رايح نصب عليكم من مختبر المحاكاة من كلية الأميرة عائشة للتمريض، يعني مبادرة من جلالة الملك سيدنا الله يطول في عمره ومكرمة غالية. هذا المختبر الكبير سنتعرف على هذه التقنية العلمية على مستوى العالم. بعد قليل ستكون معنا الدكتورة حنان وهي عميدة كلية الأميرة عائشة للتمريض. صباح الخير مرة ثانية، وصباح الوطن الأجمل والأغلى والأحلى والجوري الكي كاتي وهبة، وصباح الخير.